يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على بقيه الله سلام عليكم يا باحثا عن حسين عن حسين عن حسين يا سائلا عن حسين عن حسين عن حسين هذا هو الحسين برنامج الخاتمة الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة مجموعة حلقات هذا هو الحسين. إنها محاولة لإعادة قراءة الحسين وفقا لمنهج محمد وآل محمد صلوات الله عليهم بعيدا تمام البعد. عن منهج المقصره البتريين مراجع النجف وكربلاء الاموات منهم والاحياء انهم في التقصير العقائدي والبتريه العقائديه على حد سواء الحلقه السادسة والعشرون بعد المئتين يا حسين البرنامج الذهبي إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني الزبدة, الزبدة الذهبية أعرف إمامك, إمامك وعرف بإمامك, بإمامك المعرفة الذهبية إمامك دينك, دينك ودينك إمامك العبادة إمامك الذهبية رابط مرابطة الأحرار في فناء, فناء إمامك. إمامك. البراءة الذهبية. طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء. طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. أسئلة وأجوبة. العنوان الأخير لهذه الحلقات من عناوين مجموعة حلقات هذا هو الحسين. تقدم جواب السؤال الاول في ثلاثه اجزاء في الحلقات المتقدمه الماضيه في هذه الحلقه ساجيب على السؤال الثاني وقت اذان العشاءين بحسب مدينة لندن يزاحمنا يزاحم وقت البرنامج لم نغير وقت البرنامج لأنه لم يبقى من الحلقات إلا ما يكون في هذا اليوم وفي يوم غد وما بعد يوم غد الحلقه الاخيره من هذه المجموعه ستكون في يوم الجمعه ان شاء الله تعالى السؤال الثاني الذي ساجيب عليه في هذه الحلقه قطعا سيكون الجواب بعد فاصل اذان العشاءين وصلاتهما بحسب التوقيت المحلي لمدينه لندن السؤال الثاني ما علاقه الحج بزياره الحسين هناك ذكر مترابط في الاحاديث عن زياره الحسين حيث ربطت بين الحج وبين زياره سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه هذا ما ساجيبكم عليه بعد الفاصل